علوش هسانا من انطيتك الفلوس يومية جاي يعطيني فلوس يعطيني فلوس غير تفهمني وين راح توديهن يا ميدو انا اريد الفلوس اريد اطلع بيهن ولا جماعتي اه وظل انا على هذا المنوال يا جماعتك نايمين براسك روح يلا عمي ما نايمين براسي انا راح اروح الله وياك ها حمزه العلوش شلون تطلع لنا والله اخوي انا ابوي بالدوام وما عنده فلوس ولا غير انا اخوي 25 وعلي لا اخوي تمشي خلنا تشيلها يلا انا ما بعد ما اجيب فلوس تعبان سالفه ايوه والله كيف اخطيها يوسف على جماعته وين اليوم اقول لك مؤمل يوم يمسوي اني طلعه انا فلست ماكو ولا ربوه ومنو عنده فلوس قالوا واضح علوش احنا عايشين براسي اي هم صدق اسكت اسكت جوجو ها شباب حياك الله العلوش يلا وهن نطلع اي يلا انا اخوي طاني 25 يلا يلا بشون يلا سوليد هسه احنا ماشيين وين نروح والله انا جوعان تبغى جوعانين اي والله خلنا نغدي ريزو انا مشتي بيزا وانت وداك هلا هلا ما حد وحده شو اسمه؟ انه بلي نروح تسبيس شو اسمه؟ تسبيس لا ربعنا في الله هذا يريد تنتاتي هذا يروح كوري بداية صيف لازم نرتب لنا على سفرة بعد ما بيها مجال. وي انا ضايج كلش صدق ما سفرة هسه. اي والله. بس هاي الايام نروح نصيد وغير مرة نروح الاربيل السليمانية. شنو السالفة تريد تسوي مثل وسام الزينبي هو بلا 24 ساعة مسيس بالشط تحكي صدق انت؟ شو وسام هو غير امير. لا والله شرط صياد واحد على واحد واحد بصرة ماكو منه بعد. قايد قايد وسام. ها علوش. هلا. اريد فلوس بدي اطلع يا جماعه بالليل السبيس السبيس ها؟ ايه سلم على الاقل انت اخوي لو غريب وشين اخوك شين غريب مش راح جوه بعد ما فلوس يلا يلا شنو يا هي جماعتك نايمين براسك ويدو على كيفك وش قال اخوك صغير هذا ايش عامله هيك؟ كرام اذا اظل يوميا انطي فلوس مو انت يا اخي مو كل الحكي يسولف ذولا جماعته نايمين براسي يوميا جاني مطاعم ويعزمهم ولا يوم هم عازمينه غير نايمين براسي وش جراك انت ماشي وياهم؟ خليها هسه ليش علمه من هسه نايمين براسه ما ادري شنو بدي اثبت لك شلون امشي بويا ترى مين يطقني قدام جماعتي شو السالفه بويا مين دوي يطقك ما معقوله غير اخوه يطقني وشو مرض وصل علي بعد انا خليتهم بظهر الجراج بظهر البيت جاي مسحون بالسيارة ايه بويا وعلى شنو ولك انت لازم مسوي شيء والله قلت بس طين مصرف ورد اطلع ويا جماعتي بالليل سبيس شو اسمها سبيس سبيس هاك هذا مصرف هاك 10,000 وروح لسبيس ما تكف ابويا هاي ادخل جوا بجيب الدشداشه اكو فلوس ايش قد ما تريد اخذ يلا اهم شيء لا تتعارك ويا اخو تعالوا هسه راح اثبت لك شلون تثبت لي حمزه يا هو اللي ابغى اطلع لنا حمزه تعال صاحبهم ويمشوا وياهم شوف ايش راح اساله وشوف ايش راح يجاوب تعال حمزه علوش وين؟ علوش والله ما جاي اشوفه زين ويا من يطلع هالايام؟ احكي لك الصراحه بس خاف تصير مشاكل ما يصير شيء احكي لك الامان ميزو علوش ترى ذاك ويا مؤمل وهذا صديق فلاني عابس هذا شوي طويل مو؟ اي يوم يطلعون ويلامون براسي حلو يعني يطلعون فلوس طلع على يمن على علوش على علوش شوف خوي يومي يجينا يعني ماكو هيك هو الزغر يومية 25 50 هذا حبيبي مشكور روح روح يلا هلا بك حمزاوي هذا كلش خوش ولد حمزه عايف هذا الخوش ولد راح يدور ينامون براسي يمشي وياهم يمشي وياهم ما يمشي وياهم كف اخوك ونصحه مو تصيح عليه وتشمر عليه الوصله ترى ما يفيد نصحته وما يفيد انا تدري شنو بعد ساعه تروح انت صيح عليه لو تراس لي بعد ما يحترمك ليش ولا يحبك اسمعني لا يحبني راح اروح اقول لابوي هو يتصرف احسن شيء شو تقول حبيبي لا خليه مثل صديقك لا تقول لابوك ولا توصله ولا شيء راح اقول لك امشي امشي اخوي انا مليت بالعد امشي تابعونا على قناه يوميات قسور ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تعال 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 افتريت لك من ذاك الباب ما لقيتك جيت لك هنا هم ما لقيتك او ما صاير شي بوي شبيك ويا علوش اخوك ما بي شي شنو ما بيك شي طاق الوصلة علي ومدري شني وجاني خطية يتبجبج ومصرف ما ناطي ها وانطيته فلوس طبعا انطيته فلوس وين ما تعطي فلوس انا متعمد ما اعطي مصرف لان جماعته نايمين براسه يوميه جاني انا ما اقول لك حتى ما تصيح علي يوميه جاني يعطيني 25 يعطيني 50 جماعته نايمين براسه مطاعم وطلعاتهم واكلهم وشرب كله على علوش معقوله هذا الحكي يا خذ الكبر يا ابوي ميدو احنا هم قبل من كنا هيش نكره وين نظره ها يعني اذا اشوف شي غلط بخوي عوفه ها بابا مو تعوفه تعال قل لي يلا هاي قلت لك ايش راح اسوي؟ راح اسوي انا اتخذ بي اجراء يا اكيد تخاف مو بضربه وقدام صديقك هذا بالليل عاد طالع على السبيس هو عود وين؟ السبيس
شباب ما تتحاشم على الوقت، بس تحكي وياي في الزبوجه. لك حمزه اليوم عندنا طلعه صاله الالعاب، لا طلع لي عذر. وهاي علوش عازمني ولا على الفلوس عده هو. انت تحسن صديق؟ والله لا من براس الولد. شنو السالفه؟ شو نروح لا فلوس ولا هاي؟ عيب عمي عيب. شنو السالفه؟ صديق تحكي يا عيب حمزه. عمك صدق اصدقاء مصر. احنا كنا وشربنا ولعبنا وطلعنا كلنا ويا علوش. كذا ويا؟ كله ويا طبعا. اما انا بعد ما شربنا احكي وياكم. روح 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 سيد علوش نروح للصالون نلعب وهاي براسها وين عندنا مفلسين. ولك شوف علوش ابوي انت هالايام تصرفاتك ما جاي تعجبني تمام؟ جاي تصرف على ذولا ربعك وهاي ما بيه شيء بابا ما بيه شيء. انت اصرف بس مو يوميه وتاخذهم الصالات وعشيات وغديات. هسه انا اطلب من عندك طلب واحد ابوي. تمام؟ اذا سووا انت استمر وياهم بوي. واذا ما نفذوا لك اللي تريده ويا بعد لا تمشي وياهم. صح. شنو ابوي؟ اريدك تشوفهم بنفسك وتختبرهم بنفسك. تمام؟ اي هسه شو تسوي؟ تروح لهم؟ تروح لهم تقول لهم محتاج فلوس حتى لو 1000 دينار. خوش؟ ان شاء الله. يلا بوي. عافية. لا ما ايش اقول لك؟ قول بوي. ترى انا اصرف على جماعتي. والطاني حل واحد. شنو؟ اذا تريد قل لي اذا تريد تمشي وياهم الظل لازم تختبرهم. بس انا حاير ما ادري ايش اسوي. اختبرهم؟ ابوك طاك خوش قرار، اختبرهم حتى تعرف شنو ناسك. شنو صحبانك؟ اه يعني انت تشوف؟ اي هيك اشوف انا، خوش حل الطاق يا ابو. راح اخذ على حاجة اخذ حاجة ابوك. يلا يا حبيبي. اه عادس. هلا هلا بخوي ما جابت امي، هلا بعلوش. قلت جايك بمضر. اي تفضل. بس كنت ما اسعد. لا اقدر عليه ان شاء الله ما ردك. اقول لك انا محتاج فلوس. ها؟ فلوس؟ وانا طالع على مود يعطوني 2000، صدق تحكي علوش؟ انا عايز شنو ما اعطيني؟ منيلي. تعال تعال شنو وياي خلي يطولنا الف لك والف لي. اه محمد. هلا علوش. محمد انت صاحبي واريد منك طلب. يقول محتاج فلوس واتمنى ما ترد. انت تدري بينا حالتنا تعبانه. خيرك خوي. والله ما ادري شو اقول لك يا علاوي. صدق ذول يسمون اصحاب مو اصدقاء. شلون يعني؟ يعني الصديق يوقف لك بوقت الضيق. صديق لازم يصير صدوق مو نفس الصاحب. صاحبك على مصلحة وخدعت فيني يا اخوي. زين ابوك طاك على الحل. اي والله ومشكور النصيحة. حبيبي اخوي. علوش انا من تجيني ايام ما اعطيك مصرف وانت تطلب من عندي او اصيح عليك انا مو اضوج من عندك. لا بالعكس انت اخوي الصغير واحبك هواي. تمام؟ بس شنو؟ انا ما اعطيك لمصلحتك لين ادري بيك وين راح توديني، واعرف بجماعتك كل زين ذولا مصلحتيه ما يفيدونك. صحيح. هسه وقفوا لك؟ لا. وقفوا لك؟ اختبار بسيط وانكشفوا على حقيقتهم. شعوف هالموضوع انا منقهر عليك، الله يعوضك بالاحسن ان شاء الله. وهم زين من عرف جماعتك على وقت. يا اخوي عوف الموضوع وخلنا نساوب على الله مش وياكم. انا ابوك حبيته تدري شلون؟ شلون؟ ابوك نبه من قال لك روح اختبرهم. وطلعوا على حقيقتهم. هذا شيء حلو والله يعوضك حبيبي. ولا تستعجل ودائما اختار الشخص الصح. صح اوكي صح. قوم منك. يلا مشوار. قوم منك.